وقلت لحد عايز اشرب عايز قهوه هيطلع لك فلوس من جيبه ويديها لك بجد. اللي هو شايك اللي هو شايك زي ما عندي يقول لك خد شايك. فهناك اه قهوتك. فهناك لازم تقول عايز اشرب جبنه. لازم تقول جبنه جبنه جبنه, جبنة. مشروب اسمه الجبنه. معنى كلمه جبنه دي معناها كلمه بالبشريه او بلغه الباجه, يعني قهوه بلغه البشريه او الباجه اسمها جبنه. جبنه اللي هي بن اخضر, تختلف عن القهوه العربي. بن اخضر وبيتحمص بالمحمصه بتاعتنا, حمصناه كان اخضر بالشكل ده الاول وبعد كده دخل محمصه اللي هي اليدوي عادي, وبعد كده بنحمص معاه الجنزبيل عشان لو الجنزبيل مرطب عود الجنزبيل فيه رطوبه وحاجه تطلع. بعد ما بنخلص التحميص بتاعه بنطلع الجنزبيل بره, ان الجنزبيل ما بيقعدش فتره طويله زي البن يتحمص عشان ما يتحرقش. بعد كده بنجيب حاجه اسمها فندق في السودان او في الغرب او في اثيوبيا او في تحت في الجنوب بيتقال عليه فندق, احنا عندنا بيتقال عليه هون, بس لازم يكون نوع الخام بتاعه خشب واليد بتاعه تكون حديد عشان يحافظ على ايه. حبه البن متكونه من غلافين, الغلاف الاول اللي هي القشره الخارجيه, فهو لازم حاجه ما تضغطش عليه, ما بقاش بين مضغوطه بين حديدتين مثلا هتلقاها بتطلع بره الاناء ده. بعد كده بندخلها في حاجه, بعد ما بنخلص الطحنان بتاعها هنا او الدقان بتاعها بندخلها في حاجه اسمها الساعي, الساعه او الكنكه بتاعتها. بعد كده بنحطها على النار وبعد كده بنضيف لها الجنزبيل بتاعها او بتعمل بالجنزبيل او الحبهان, وبعد كده بنتظر. بعرفها ازاي ان هي بدات تستوي او بدات تفور؟ باي صابع من الاصابع بتاعتي بحطها كده بحس بالبخار اللي هو طالع, حتى لو هي في قلب النار بحط اصبعي كده بحس ان في بخار هنا. طب لو انا في مكان ضلمه او مثلا ده بالنسبه لو مكان ضلمه, طب لو مكان نور طبيعي البخار هشوفه طالع من فوق هنا. بعد كده بنزلها بصبها في الفنجان بتاعها ده شطات صغيره, بحط معلقه سكر او نص معلقه, كل ما احب ان هي عايز ازود سكر كل شفطه او كل ما اخد منها شويه ارج الفنجان كده شويه حسب السكر اللي انا عايزه. التقاليد بتاعه العرب خدوها زمان. لو انا عاوز تاني همد الفنجان زي ما هو كده, لو انا مش عاوزه في بعض البلدان العربيه بيخليه كده, في بعض الناس بتكفيه كده ان انا خلاص كده استكفيت. ما ينفعش اقول للواحد انا مش عايز, هو بالعلامه دي استدل ان انا خلاص كده استكفيت, او بالعلامه دي يدل ان استكفيت. تشرب مره يا ثلاثه يا خمسه يا سبعه اللي هي المرات الفرديه السنه. بعد كده الجبنه اصح من القهوه التركي اللي احنا بنشربها. القهوه التركي حبات البن بتخش كامله في المحمص دي خلاص بتكون اتحمص. لو بصينا كده في الاطراف هنا هنلاقي بصوا ده الغلاف الخارجي. طب والغلاف الخارجي ازاي الداخلي ازاي بنتخلص منه؟ بنجيب الليف بتاع النخل, عارفين الالياف بتاعت النخل, بنحطها فلتر هنا تنزل لك زي الاسبريسو بالظبط. اما في التركي بتبقى كلها مطحونه جوه الحبايه كامله بالغلافين. والفرق بين الطعم مثلا لما انت تعملها متحمصه من فتره وتيجي مثلا تعملها ومتحمصه لسه دلوقتي وبتعملها؟ طيب لو هي البن لو ما اتطحنش هو وسخن او دافي ما بيجالوش طعم او ما بيقولوش نكهه كده في الفن. ده حقيقي. لو برد البن ما خلاص عارف مش هتحس. يعني هنجرب دلوقتي مثلا نطحن شويه البن ناكلها كل واحد حبايه, انت خد حبايه ودي اللي بعدك. انت الريحه فظيعه, ريحه جميله جدا. خد حبايه ودي اللي بعدك واللي جنبك كده. انت معاك كولومبي محمص, دوق بقى الطازه ده وقول لي طعم. كنت بدوها قبل كده. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ بالمناسبه دي بقى ان البن الاخضر لو انت غليته معلومه ان انا اشرب قهوه واسهر مش على البن اللي احنا بنحمصه. لا لا البن الاخضر لو انت شربته فعلا مغلي اللي هي القهوه العربي مش هتنام فعلا. ليه؟ نسبه الكوفيين كل ما حبيت البن بتتحمص كل ما تقل. لكن هي مثلا عايز اشرب قهوه تسهرني هي مطلوقه على القهوه الخضراء, مش احنا استحدثنا بعد كده ان احنا حمصناها وعملناها تركي. او الناس بتقول البن الفاتح, البن يعني تشرب بن فاتح. هم بيحمصوه عشان نسبه الرطوبه اللي في الحبايه تطلع عشان تبقى سهله الدق. في ناس بتشربها بودره, او احنا كعرب استحدثنا ان احنا نشربه اخضر, يعني اكيد في بره في شبه الجزيره العربيه بيشربوه اخضر, في العراق بتشرب اخضر, في السعوديه طبعا الشام. كله بيشربوا اخضر ما عدا مصر احنا بنشربه ايه؟
في بعض المناطق في مصر يعني في ناس ما تشربوش محمص او يحمص عليه ده، لكن هو يشرب بن تركي اللي هو متحمص ما حدش بيشربه. ناس كتير بتخاف منه عشان موضوع القشره ان هو بيعمل مشكله في الكلى او حاجه زي كده. سفين خلاص اثنين في بعض اهو منتي خلاص حطيناها على الفحم. وبتحط دلوقتي ولا لسه بقى؟ لا الفلتر اخر ما خلاص اخر حاجه كده احنا استنظرها هي كده. واستحدثت بعد كده موضوع البن وكده والحاجات دي. وبعد كده في ناس بتشرب الجبنه دي بالحبهان، في ناس تشربها بالجنزبيل زي ما احنا في السودان بيشربوها بالفلفل الاسود. شربتها مع ناس في السودان بيشربوها بزر الشطه الحمراء. يا خبر زر الشطه الحمراء ده يعني حاجه غريبه خالص.